نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم يستر الأربعاء على الهواء مباشرة، ليغذي عقولنا ويمتع نفوسنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي. حياك الله وبياك، أهلا وسهلا ولدي. نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا سؤال تفاعل على منصة تكس. نعم. سؤال تفاعل يقول: ما سبب عدم إكمالك لقراءة بعض الكتب؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله. أما بعد، الأسباب كثيرة وأظنها ستتنوع ولن تكون واحدة، يعني للشخص هو سبب واحد يتوالى معه على كل الكتب، ما أظن. سوف تختلف عندنا الأسباب ترك إكمال الكتب بحسب أحوال الكتاب نفسه أو أحوال القارئ نفسه. خلنا نسمع التجارب. أخونا شهاب العابر يقول: بسبب أن بعض الكتب تكون تكرار لكتب أخرى ولكن يتغير العنوان فقط. صحيح، بيصير حينئذ لا معنى للإتمام. أنت الفكرة معروفة وهي تكرار لفكرة معروفة مطروقة، نعم، ما فيها ما يشوق لأجل الإتمام. صحيح، لأن لو كان فيها شيء مما يشوق، أسلوبه شيء، عرضه بطريقة جديدة، لو كان نفس الفكرة بس عرضه بطريقة جديدة ترى هذا مشوق أيضا، لكن إذا هو نفس التكرار هذا ممل، سبحان الله. نعم، يقول: بعض الكتب في أولها تكون هناك معلومات غامضة ثم في آخرها يعني تسهل وتكون واضحة، وهذا خليه يتركها يعني من أولها؟ أي، فإذا مر على المعلومات الغامضة فيتركها ولا يصل للنهاية. والله على العموم ترى أحيانا بعض الكتب أو بعض العلوم أصلا تحتاج إلى مقدمات في المعرفة، إما تسلح بها القارئ، ترى إذا دخل سيجني على نفسه يعني قطعا، إما بالفهم الغلط أو بالترك، يعني لا يستفيد لا بدي ولا بدي. لكن على العموم يعني ما في كتاب، خاصة من الكتب التي فيها مباحثات علمية شرعية، فيها مطارحات عقلية عقدية فكرية، تراها تحتاج إلى يعني نوع من القوة العلم، العمق العلمي، نوع من المعرفة المتجذرة السابقة وشيء من ذلك. الإملاليات ترى، أو معنى صح سبب الترك اللي قال أخونا، أن يكون معقد لأنه ما عرف لا مصطلحات الفن ولا المدارس المطروحة في هذا الباب ولا كيف يتلقاها العلماء أو الكتاب لهذه القضية، تجد يمن مباشر. نعم صحيح، بعض العلماء شيخنا يعني قد يتعمد أنه يصعب بداية كتابه، ذكروا عن المبرد في كتابه المقتضب. نعم، أنه صعب بدايته ثم بعد ذلك إذا مضيت عديت عن البدايات سهل بعد ذلك، سهل العبارة وسهل الأسلوب. قد ذكروا في المتقدمين أشياء من هذا، وأصلا كان بعضهم ويذكرون هذا ويقروا أن تعقيد العبارة مقصودة حتى يعني يقدحون ذهن الطالب والمتلقي ويعود نفسه على تحليل ومناقشة الألفاظ والعبارات والجمل. نعم نعم، لكن الأصل في التعليم أنه يكون بالطريقة الأسهل، لأن القصد ترى رسالي، يعني فيها جانب تعبدي، بل هو الأصل عندنا. فكيف تقرب هذه العلوم للناس بحيث أن تقدم لهم ما ينفعهم في دنياهم وأخرهم، هذا الأصل. وذكر أيضا يقول: أحيانا تكون نوعية المعلومات هي نفسها ولكن تختلف العبارات، ككتب المصطلح مهما قرأت فلن تخرج عن ألفية العراقي وابن الصلاح. هذا ذكرناه فيما سبق، لكن ترى يتفاوتون في الشرح. ترى الشروح سبب كثرتها تنوع الشارحين في طرحهم في شروحاتهم، فمنهم ما يركز على التمثيل، ومنهم على الاستدلال، ومنهم على الاعتراض، ومنهم على الجواب، ومنهم في حل العبارة، وهكذا المستفيد المتلقي طالب العلم. وأحيانا كثيرا ما تجد التصنيف للأئمة يناسب عصرهم، يجد هو في كل عصر تجد المشكل عندهم ترى فتح العبارات، فيكثر عندنا التصنيف في فتح العبارات، بعد يأتي عصر ثاني الجيل هذا يشكل عندهم الاعتراضات الواردة ما لها جواب فيجيبون، وهكذا بهالطريقة. نعم، أخونا أبو صالح يقول: أحيانا يكون لأني أخذته أصلا لمبحث أو مبحثين فيه، صحيح، لا يهمني الباقي. أحسنت، هذا صحيح، أما هذا غرض صحيح. بعض الكتب تقصد لما فيها من فصل مبحث معين، تريد قضية معينة كتبها الكاتب، وهذا كلام صحيح.
خاصة المتبحر في المسائل أو في القراءة أو المستوعب لكتب الفن أو القضية هذه وقرأ فيها كتب، غالبا يريد ما تميز فيه أو تفرد به هذا البحث، وهذا كلام صحيح. وحينئذ لا يعاب لا ينفر من شراء الكتاب ولا من قراءة ما يحتاجه فقط منه ويترك الباقي أبدا، هذا غرض صحيح القراءة، وهذا مما يخصص لك القراءة، الباقي المكروه المعروف انتهينا يعني. لكن تذهب لما تفرد به البحث أو ما تميز فيه الباحث من الطرح القضية معينة، هذا صحيح، هذا من الأسباب الحقيقية لعدم إكمال الكتاب، أصلا ما تحتاجه هذا الحقيقة، أصلا ما أنت قصدته لأجل كذا، مو بس ترى هذا خارج عن محل النزاع. يعني أصلا نحن قرأنا في من يريد قراءة الكتاب وإذا به يأتي له شيء يجعله ما يتم القراءة، أما أن لا يقرأ الكتاب إلا شيئا يريده، هذا خلاص أصلا من أصلا يعني هذا يعد قد قرأ الكتاب هذا. ويقول أيضا سبب آخر، يقول كثرة الاقتباسات من الكتب الأخرى تضعف قيمته عندي ولا أكمله. أحسنت، وهذا أيضا شيء آخر، لما تجد صاحب الكتاب ليس له إلا مجرد جر أقوال الناس وأقوال الكتاب يحطها في كتاب قص ورص واللهم عنده التعليق كلمتين يعلق بها أشبه ما تكون بالكحكحة والنحنحة بين الأسطر وبين العبارات وأنت ماشي بعد كله، هذا سبحان الله يمل، حتى أنك تتركه لما تجد نقل طويل ذا وتغث بعده ولا في لا تحليل ولا وصف ولا تعليق، تتركه. نعم لولا تقول بس هذا من ميزتي أنك هذا أول شيء تستطيع إنهاء الكتاب بسرعة، وحين تكون قرأت الكتاب فعلا كاملا وتعرف قيمته أنه ليس له فيه شيء، يعني تعرف أن هذا الكتاب لا قيمة له، ما له قيمة، كله نقول بلا تحليل بلا أي وقفة علمية، هذا صحيح. لولا تقول بسبب المشتتات الكثيرة كبرامج التواصل الاجتماعي وأيضا قد أتوسع في قراءة الكتب فلا أكمل هذا ولا ذاك. لا لحظة الأول هي تقول إن وسائل المشتتات أحيانا يعلم هذا أصلا وسائل التواصل الاجتماعي أصلا حتى قاطع عن البداية مش حتى قاطع عن الاستمرار. وأما مسألة التشتت هذا حين يدخل في قضية الملل، بعضهم يمل من الكتاب الطويل أو يمل من أن يقرأ صفحات طويلة في قضية واحدة ويمشي، سبحان الله الناس تمل، لا مانع أنك تجعل لك تقرأ أكثر من كتاب ترى في الوقت الواحد في اليوم الواحد، ترى هذا ما في مانع، ولا مانع أيضا أنه إذا يعني يحصل لك انتقال تنتقي مجموعة من العلوم أيضا لا مانع. لكن أنا أرى كمان حتى لا مانع من مسألة الواحد لو قرأ فوجد نفسه غير مستفيد أنه يترك القراءة، هذا ممتاز. أنا أقول ليش؟ لأني سمعت من يقول لا بد من إتمام الكتاب ولو لم تجد فيه فائدة، لا سلامات، لا اتركه وعليه بالخير، ليش تضيع وقتك فيما لا فائدة منه، واذهب إلى كتاب ينفع منه، هذا أولى منه، ويترك الكتاب وما في مشكلة. أما أنك تستمر يعني يتغصصه يتجرعه ولا يكاد يصيغه، يا أخي غلط، ما دام وجدت قرأت ما هذا لا عنده طرح ولا فكرة ولا شيء عنده، يا أخي اتركه وذهب إلى كتاب آخر تستفيد منه. نعم هذا يقول حواشي التحقيق الزائدة تجب الملل. والله هذا كلام صحيح، هذا جينا عاد لنوع معين من الكتب وهي التحقيقات والحواشي المطولة التي بس الحقيقة التعليقات الحواشي العلمية حقيقة مفيدة وهي مثرية للناحية المطروحة في أصل الكتاب. أما بعض الحواشي أنا أوافقه والله لا معنى لها بصدق، يعني لا معنى لها، ما هي لا تزيد لا أقوى ولا أكثر أو تكرار إيجاد المعروف، يعني يجي واحد بالله في بحث في رسالة دكتوراه يترجم لما الأربعة، الحمد لله رب العالمين. محمد يقول أثناء قراءتي لكتاب ربما يطرأ طارئ يجعلني أتوقف عنه وبعد فترة يذهب حماسي تجاهه أو أنني أجد كتابا أفضل منه أو ربما أكمله فيما بعد. قال أيضا أستنتج أحيانا أنه ليس كلها لا بأس بها، أحيانا أستنتج أنه ليس بالمستوى العلمي أو يتضح لي أنه غير المتوقع من عنوانه والغلاف فأتركه، ولكن أحيانا أكمله لتحليل المبلغ وإرضاء الضمير. والله هذا قاعد يكتب ملخص للحلقة، الله يعطيك العافية، ما قاعد يذكر سبب هذا، هذا ملخص للحلقة الله يعطيك العافية، وكل اللي ذكره صحيح وارد. وطارق الكردي يقول الوقت هو الحكم، فربما قرأت سطرا في كتاب ورأيت جذوره متعلق به في كتب متفرقة. سطر واحد عسى ما تعب. السطر ما اعتبر قرأ هذا، هو العنوان أحيانا أكثر من سطر. وأحمد خليفة الرواس يقول لم أكن في المستوى العلمي المطلوب لاستفادة أو فهم الكتاب بشكل مطلوب، وهذا حصل معي عندما اشتريت زاد المعاد ابن القيم في أول طلبي وسأعاود قراءة. صحيح هذا، إذا كان هذا من يأخذ الكتب وهي أعلى منه في القيمة العلمية هذا صحيح، ونحن نقول واحد لا يتجاسر على مثل الكتب التي أعلى من مستواه، إما أن يكون عطي من الملكة ما يستطيع قراءة الكتب هذه ولا لا يقرأ ما هي على مستواه، وحين لا يمل ولا يمل لا مو لا أقول لا يمل العلم،
فيستفيد هو، ينفع نفسه. أنت المهم الآن عندنا كيف تنفع نفسك في هذه القراءة، ليس كيف تقرأ هذه الكتب كيفما اتفقت وكيف أي عناوين كانت، لا لا، بعض الثناء على بعض الكتب ليس بالضرورة أنها نافعة لك، لا هي نافعة في ذاتها لكن ليست بالضرورة نافعة لك. انتقي ما تنتفع منه واترك الباقي لمن ينتفع به. جميل. نسأل الله التوفيق للجميع. آمين. نبدأ. بسم الله. بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب أو جزء من كتاب كبير يطبع لأول مرة عندنا، وهو عبارة عن جزء من أحد المسانيد الكبيرة للإمام الحافظ أبي جعفر الحنيني رحمه الله، وهو من حفاظ الكبار المتقدمين. أبو جعفر محمد بن الحسين الحنيني توفي عام 277 الهجرة رحمة الله عليه، وهو من أقران أبي داود صاحب السنن، وهو قد روى الموطأ عن عبد الله القعنبي، فهو متقدم قد نقل عنه الأئمة والحفاظ وأخذوا منه شيئا من الحديث. صنف مسندا كبيرا كما قال ابن كثير، له المسند الكبير. مما بقي منه متداولا حتى الآن هو مسند أنس، وهو قطعة جزء من هذا المسند الكبير، وهذا القطعة من حديث أنس في هذا المسند صارت من الأجزاء أو جزء من المسند متداول عند الأئمة، يرمونه بالإجازات والسماعات على النسخ وشيء من ذلك، ومذكور في كتب الفارس وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني وفقه الله وجد نسخة خطية فريدة في يعني في 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 أحد الجامعات في فلسطين وشيء من ذلك، لما رفعت النسخ الخطية على النت، نسخة خطية فريدة لها لكنها غاية في النفاسة يا ولدي، عليها عدد كبير من السماعات، عليها 10 سماعات تقريبا، السماعات بخطوط أئمة كبار حفاظ. وهذا من حسن ما صنع في المقدمة أنه ذكر وصف النسخة وما عليها من سماعات الأئمة وتقييدات والطباق، وشيء يمكن ذكر قرابة 40 صفحة في المقدمة، وهذا شيء جميل جدا أن يحافظ على المكتسبات العلمية الموجودة في النسخ الخطية، فهذه إضافة علمية. وتداول العلماء والأئمة لجزء ما يدل على أهمية هذا الجزء وأنه كان عندهم متداولا وقد حافظ على ذلك، هذه إضافة علمية جديدة. الكتاب هذا الجزء طبع بعنوان مسند أنس رضي الله عنهم، وهو الجزء والموجود منه الذي عثر عليه الجزء الأول والثاني منه للإمام الحافظ أبي جعفر محمد بن الحسين الحنيني، متوفى عام 277 الهجرة رحمه الله، وهو عالم حافظ إمام ثقة، وثقه الأئمة جماعات منه حتى ولم يقول المحقق وفقه الله أخونا حبيب فضيل الشيخ عمر بسيوني لم أقف على أحد قدح فيه من العلماء والحفاظ المتقدمين. طبعا قلت لك هذا الجزء له مهمية عند الأئمة ونقلوه بالرواية، قدم مقدمة فيها ترجمة الإمام الحافظ، وجميل لما جاء عند مشيخته فاستوعب مشيخته في هذا الجزء وما ذكره عنه بقية الأئمة في الكتب حتى أطال، يعني صار عندنا جمع ممتاز في غاية التدقيق أو في غاية الجمع مفيدا. شوف حتى الأئمة الحافظ السلفي رحمه الله يذكر ذكر في مدح هذا الجزء الحديث ذكر أبياتا فيها نقلها، وين راحت هذه؟ طبعا هذه طريقته أو هذا الجزء الخطي، هذا هو الجزء الخطي للكتاب، وهذا السماعات، وهذا هو الكتاب، هذا هو الجزء الخطي أو ما بقي من هذا المسلم مسند أنس في هذا الكتاب، أو ليته وأتمنى وأسأل الله عز وجل أن يوجد كاملا، فإنه من المسانيد المتقدمة 277 متقدم على كثير حتى من الأئمة. ثم بعد ذلك هذا هو العمل على الكتاب، يرقم الأحاديث من أولها إلى آخرها قرابة 90 حديثا أو 91 حديثا تقريبا، وهذا والكتاب مشكوم من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك هو يتكلم على هذه الأحاديث ويبين يخرجها ويذكر ما فيها من العلال والشواهد والمتابعات ويطيل النفس. شوف هذا يطيل النفس وفقه الله، وقد والكتاب كله على هذا المنوال حتى جاء إلى قرابة الأخير أو ما قبل الأخير، هذا الجزء الثاني طبعا منه، وأتى بأحد الروايات التي هي تابعة لجزء الحديث أنس، وهي من رواية بالقاسم، هذه الرواية من حديث القاضي أبي القاسم علي ابن المحسن التنوخي عن شيوخه، وهنا مجموعة من الأحاديث قليلة وهي من حديث أنس أيضا، هذا من حديث أنس رضي الله عنه، وهي عبارة في الجزء الأخير هذا عبارة عن 14 حديثا. هو بعد ذلك صار له نوع من التتبع العلمي لما رواه الأئمة
من طريق الحافظ أبي جعفر الحنيني في كتبهم الأخرى من كتب الحديث وغير كتب الحديث، فجمع هنا مستدرك سمى مستدرك مسند أنس من حديث الحنيني من أبي جعفر. هذا الجمع يا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني وفقه الله وهو على نفس الغرار تتبعها وذكرها وذكر محلها. شوف هذا الآن طبعاً ما في تخريج بس يذكر لك محلها، يرقمها لك ويذكر لك مثلاً هذا الحديث من المكان من مثلاً بيهقي في الكبرى، الحديث الفلاني من كلام من حديث من نقلهم الخطيب البغدادي في كذا، وهكذا قس مجموعة كبيرة 39 حديثا ليست بالقليل. هذا الكتاب من إصدارات دار المقتبس ببيروت وفقهم الله. شيخنا هل ذكر أن هناك حديث انفرد بها هذا الجزء عن باقي الكتب المشهورة من كتب السنة؟ لا هو يعني هو درس في المقدمة هل في هذا جزء من الحديث المتروكة أو شيء من ذلك، هو ذهب إلى أن أسانيده جياد، يمكن الحديث الضعيف أو شيء لكن يجبر بغيره يعني ليس من المتروك. يعني هذا يا ولدي بحث مطول نفيس، وهو ضمن مشروع كبير أصلا عند أخواننا من برة الآل والأصحاب، وهي قضية خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهما. هذه الخلافة على قصرها لأنها هي قرابة 7 أشهر نحوها، قرابة 7 أشهر قصيرة جدا، بداياتها إرهاصات التي قبل وبداياتها وكيف تم الصلح مع معاوية رضي الله عنهم جميعا، وما هي شروط الصلح ومحله ومن حضر وما نتائج ذلك وما ترتب عليه، هذا كله حصل ترى في 7 أشهر ترى القضية ذكرها في 7 أشهر كلها تحتاج لتجلية. وهل هذا الجزء هو جزء من الخلافة الراشدة المذكورة في الحديث اللي 30 سنة خلافة راشدة، هل هذا جزء منه أو لا؟ طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بن علي بسيوني وفقه الله جاء في هذا البحث المطول الذي سماه خلافة أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنهما دراسة تاريخية تحليلية. عرفنا من العنوان لما سماها أمير المؤمنين بأنها يعني أحد الخلافة الراشدة، هو ذهب ذكر الخلاف بين العلماء، منهم من يجعلها خارج الخلافة الراشدة وتنتهي بعلي، ومنهم يجعلها لا من ضمنها فإنها جزء من خلافة علي، يعني هو يميل إلى هذا جزء من خلافة علي، يعني هو تابع له أو يعتبر كالذيل على علي، وهي تتمة 30 سنة التي أخبرنا الرسول عنها في الحديث خلافة راشدة. أخونا حبيب فضيلة الشيخ عمر بسيوني جاء إلى هذا الكتاب، والظاهر أنه انتزعه من موسوعة له كبرى وجاء يجلي هذه القضية من كل نواحيها، من ناحية الحديثية والتاريخية وتتبع الروايات وأقوال العلماء وما وقع في هذا من 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 يعني من القيل والقال والمقارنات، وهو مسرد تاريخي جميل جدا مع جواب الإشكالات المطروحة في هذه القضية، فهو جانب علمي حديثي تاريخي بامتياز. قسمه إلى عدد من الفصول، أولها كان جعلها فصل أول مثل المدخل لعلم التاريخ عموما والكتابة في التاريخ الإسلامي، هذا مدخل مطول وهو يعد بكتابة مطولة عن هذه القضية بالذات، ذكر فيه قضايا وإشكالات. الفصل الثاني ما يتعلق بالصحابة وآل البيت والخلافة الراشدة مفاهيم وإطلاقات، ثم بعد ذلك الفصل الثالث ترجمة موجزة للحسن بن علي رضي الله عنه، وهذه الترجمة استقاها من مجموعة من المصنفات وكتبها ثم من حياته إلى وفاته. بعد ذلك الفصل الرابع إشارات حول حياة الحسن في عصر الخلفاء، يعني كيف كان الحسن مع أبي بكر، وكيف كان مع في خلافة أبي بكر، في خلافة عمر، في خلافة عثمان، طبعا في خلافة أبيه علي، وقد كان له مكانة عندها لأنه كبر وكذا، وصار له يعني لقاءات خاصة بالفصل الخامس، هكذا في خلافة علي. بعدين الفصل أول خلافة الحسن، وهنا بيعته وخطبته لما خطب، ثم بواكير أعماله وماذا صنع بعد ذلك، إرادته للصلح وأسبابها، قتل قاتل علي جعله في فصل وتتبع ما فيها من الكلام والروايات وناقش ذلك وحلل، المكاتبات الأولى لبي حسن والمعاوية والكلام عنها خاصة بفصل، ثم بواكير تحرك الحسن من الكوفة لأن الصلح حصل هناك أصلا واجتمعوا هناك، ثم بعد ذلك تنظيم الجيش الخارج من الكوفة كيف حصل، أخبار الجيش ومسيره وقياداته، وقراءة تفسيرية لخروج الحسن من الكوفة والكلام عنها، الحسن في المدائن، ثم بعد ذلك عندنا الشروط في الصلح وما مع بين الحسن ومعاوية، المكاتبات وظروفها وتفاصيل الصلح، مكانه، تاريخه، شروطه، على ماذا اتفقوا شيء من ذلك، وتحليل شروط الصلح، بدأ يحلل قضايا معينة، ثم الحسن تسليمه للسلطة لمعاوية كما حصل في الكوفة، وهذه التفاصيل تحت أول وثانية ثالثة والخطبة التي ألقاها، ثم آخر شيء وفاة الحسن رضي الله ابن علي رضي الله عنهم جميعا، والكتاب حافل بالمحاكمات العلمية على الطريقة المحودة عند
اخينا جزاه الله خير الشيخ عمر من اصحاب الكتابات النقديه المعروفه، قلمه في هذا الباب كبير، وفقه الله الكتاب في مجلد ضخم من اصدارات مبرة الآل والاصحاب بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله ايضا كتاب سبقا طبع لكنها هنا طبعه جديده حققها على 3 نسخ خطيه، اخونا الحبيب فضيله الشيخ عمرو بن علي بسيوني بالاشتراك مع اخينا الحبيب فضيله الشيخ اسامه بن محمد الشنطي، محمد زهير الشنطي وفقهم الله جميعا، حققوا هذا الجزء الذي هو دفاع عن مسند الامام احمد للحافظ ابن حجر. عندهم كان مشروع في كان ملتقى في سنة أخذوا الدفاع عن البخاري، السنة اللي بعدها أخذوا الدفاع عن مسند أحمد، عندهم شبه مشروع بهذه القضية الدفاع عن دواوين الإسلام عموما وما فيها من إشكالات. هذا الكتاب الحافظ بن حي سماه القول المسدد في الذب عن المسند الأحمد عن المسند لأحمد للحافظ بن حجر رحمه الله، متوفى عام 852 هجري رحمه الله. طبعا أصله كانت قضية طرحت بين أبي العلاء الهمداني الحافظ الكبير المشهور العالم الإمام الحنبلي الحافظ حتى والثنوا عليه عاطر، كان يعني من حفاظ الدنيا كما قال بعض من ترجم له، وهو قد قال ليس في مسند أحمد حديث يعني ضعيف، وقام ابن الجوزي أبو الفرج قال لا بلى بل حتى موضوع فيه، وذكر في الموضوعات يمكن حوالي 10 أو 11 حديثا ابن الفرج. هذا الجدال اللي حصل بينهم والنقاش هو سار يتفرح، فمنهم من اتصل لأبي العلاء الهمداني مثل أبو موسى المديني وهو تلميذه، ومنهم من جاء بعد ذلك مع أبي الفرج. طبعا ذهب بعد ذلك الحافظ العراقي إلى أن جاء وتكلم في القضية إلى أن جاء الحافظ بن حجر رحمه الله العسقلاني، الحافظ بن حجر العسقلاني، وألف هذا الكتاب دفاعا عن مسند أحمد. والقصد منه أنه ذكر أنه لا يوجد فيه حديث موضوع، والموضوع المراد به أن أحمد لم يروي في عن أحد يتعمد الكذب، لكن قد يقع الكذب منه يعني من غير قصد أو شيء، هذا وارد والخطأ يعني الخطأ أي هم يسمون الكذب الخطأ يعني هذا نعم صحيح، لكن وحديث أحمد تنجبر منجبرة أو شيء من ذلك. وأحمد رحمه الله طريقته وكيف صنفها وكلام ابن عبد الله وزيادات القطيع وشيء كلها في المقدمة الدراسية التي قام بها الأخوان الفاضلان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بن علي بسيوني وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أسامة بن محمد زهير الشنطي وفقهم الله، مع ترجمة الحافظ بن حجر طبعا والإمام أحمد في المقدمة وشيء من ذلك، والكلام عن هذا معروف، لكنهم القضايا التي هي محل الكتاب وفكرة الكتاب والإمام أحمد. هذه هي الرسائل، هذه هي مجموعة من النسخ الخطية التي عولوا عليها في إخراج الكتاب، وهي 3 والرابعة ذكروا رابعة لكن أهملوها لأنه والكتاب شكلوا من أول إلى آخره وخرجوا الأحاديث وذكروا ما فيها يعني مما يعني طبعا الأحاديث كلام الحافظ بن حجر عنها وشيء من ذلك رحمة الله عليه. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار مبرة الآل والأصحاب وفقهم الله بالكويت. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو يتكلم عن حديث عن لفظة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنا ابن العواتك. العواتك ما المراد بهم العواتك في حديث طبعا الحديث وما جاء في صحته من عدمها وكلام الحفاظ عنه وتصحيح من صححه وتضعيف من ضعفه والكلام عليه في المقدمة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني ذكر هذا في المقدمة، والحديث أصلا يتكلم في قضية النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمهاته، يعني أنا ابن العواتك المقصود بها من جاء من أمهاته باسم العاتك، عاتك فلان، عاتك فلان، عاتك بنت فلان وهكذا كذا. وقيل العواتق وصف والمراد بها الطيبات الطاهرات، يعني أن هذا شهادة منه صلى الله عليه وسلم بالنسب الطاهر من جهة الأمهات أصلا، عرفت؟ فهو هذا الحديث، والحديث فيها يحمل هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما صحيح أيضا. أخو العلامة الحافظ الكبير مرتضى محمد بن محمد بن محمد مرتضى الزبيدي الحافظ صاحب تاج العروس حافظ السادة المتقين وغيره مكثر جدا من التصنيف رحمه الله، صنف هذه الرسالة المختصرة الموجزة التي أراد بها جمع ما قيل في الحديث رواية ودراية، ثم ألحق بها بعض يعني من سمي بعاتك من الصحابيات من سمي ألحق بها بعض الإفادات على عادته رحمه الله في الإفادة، سماها إيضاح المدارك في الإفصاح عن العواتك للحافظ العلامة مرتضى الزبيدي رحمه الله، توفي عام 1205 للهجرة. بعد ذلك قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني وفقه الله، وقد حققه على هذه 3 نسخ الخطية، وقد تكلم عنها في المقدمة، تكلم عن هذه النسخ الخطية وأخرج عليها الكتاب، هذه صور من النسخ الخطية التي أخرج عليها الكتاب جزاه الله خير وتكلم عنها ووصفها. بعد ذلك هو جاء وجد طبعا علق عليها التعليقات العلمية
العلمية المعروفة من تخريج من عزو والترجمة وما يحتاج إليه والكتاب شكله من أول إلى آخره، وقد ذكر سبب ذلك وأفاد في كل تعليقات العلمية. لما حديث العواتك نفسه، أنا ابن العواتك نفسه، هو نفسه يقول لأنه طويل والكلام عليه كثير أفرده في رسالة خاصة تقريبا نصف الكتاب، نصف الكتاب تخريج لهذا الحديث مع ذكر طرقه وشواهده ومتابعاته وعلله ومن صححه ومن ضعفه، وخلص إلى قول الراجح والرسالة سماها رسالة في تخريج حديث أنا ابن العواتك لأخينا الحبيب فضل الشيخ عمر بسيوني. وهذا جزء حديثي على طريقة الأجزاء الحديثية في تتبع المرويات والكلام عنها رواية الرواية وفقه الله، وهو نصف الكتاب تقريبا، مجلد لطيف من إصدارات مبرة الآن والأصحاب بالكويت وفقهم الله. هذا أيضا ضمن سلسلة مشروع عند إخواننا في مبرة الآل وأصحاب الكويت، وهي ذكر الموضوعات العلمية والمشترك بين أهل السنة والإمامية في هذه القضايا اللي هي محل الدراسة يعني عندنا. ترى سبق أن عرضنا ترى مجموعة من هذه الدراسات اللي هي الأحاديث المشتركة يعني في بينهم، طبعا هي سلسلة الأحاديث المشتركة بين أهل السنة والإمامية، هذا الثالث منها. سبق أن عرضنا الأول والثاني وعرضنا أظن الرابع والخامس شيء من ذلك. هذا الجزء اللطيف بين أيدينا خاص بقضية من القضايا، وهو أحكام الدفن والقبور. أحكام الدفن والقبور، ما هي الأحكام الشرعية التي يتفق بها عليها أهل السنة والإمامية قولهم فيها واحد، مع جمع هي القصد جمع الروايات عند أهل السنة في الباب مع جمع الروايات عند الإمامية في الباب، وكلاهما يخلصوا لنفس النتائج من هذه الأحكام. سماها الأحاديث المشتركة بين أهل السنة والإمامية في أحكام الدفن والقبور لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بسيوني وفقه الله. طبعا طريقة الكتاب أو عزو الكتاب على ما سبق من يعني من الذكر يعني من ذكره فيما سبق ذكره، يأتي لباب باب هنا عندنا استحباب اللحد. أول شيء يبدأ بطرق أهل السنة والآثار عند أهل السنة مما يرمونه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار، بعد ينتهي من شوف يذكر الأثر وتخريجه، الأثر وتخريجه، حتى إذا انتهى من ما قرره أهل السنة يأتي بعد ذلك شوف القسم الثاني باء من طرق الإمامية الآن ما رووه من الآثار وقرروا فيه، خلصوا جميعا ترى إلى نفس الحكم، خلصوا هذه المرويات عندهم فهم يشتركون في المرويات وما يوجد عندهم في الأحكام. جزء لطيف في مشروع أظن سيطول ذيله من إصدارات إخواننا في مبرة الآل والأصحاب الكويت وفقهم الله. أستاذنك شيخنا في مداخلة. نعم، معنا الشيخ عمرو بسيوني الباحث الشرعي ومترجم، حياك الله شيخ عمرو. أهلا وسهلا، حياكم الله أخي عبد الوهاب. نرحب بك شيخ عبد الله. هلا مرحبا. يا مرحبا، نرحب بكم في هذه الليلة شيخ عمرو. ما شاء الله الوالد عرض لكم بعض الكتب، بعضها تأليفا وبعضها تحقيقا، وسيأتي بعضها إن شاء الله مترجمة. حدثونا عن كيفية انتقائكم للمواضيع التي تكتبون فيها وكم إصدار خرج لكم حتى الآن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكركم على هذه الفرصة الطيبة، وأشكر لكم يعني اهتمامكم بأعمال الفقير. حقيقة يعني أنا منذ قديم وقد يعني أشرفت على 40 الآن، يعني عندي اهتمامات متنوعة في مجالات العلوم الشرعية والعقلية واللسانية. ما شاء الله. ومن ثم يعني يعني أشتغل على هذه المجالات سواء في التأليف أو التحقيق أو الترجمة أيضا. ما شاء الله. أغلب هذه الكتب سواء كانت تأليفا أو تحقيقا أو ترجمة ترجع في النهاية إلى اهتمامات الإنسان. هناك كتب يعني تعجب الإنسان فيحب أن يحققها أو يترجمها. هناك إشكالات وأفكار بحثية عند الإنسان. نعم صحيح. تتراكم شيئا فشيئا، وثم حتى تأتي لحظة الاشتعال. صحيح. ويبدأ الإنسان في جمع يعني شتاته ويؤلف ويكتب هكذا مخاض يعني. ما شاء الله ما شاء الله، مساك الله بالخير يا شيخ عمرو. أهلا دكتور عبد الله، الله يبارك فيك. نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. شرف لي. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. أنت يا شيخ ذكرت كأنه عندك مشروع طويل موسوعات في التاريخ أنت من تجمع لها، ذكرت موسوعة في تاريخ الكوفة، موسوعة في الحسين، موسوعة حتى في الحسن، والظاهر أنها الديل ما ينتهي، أين بلغ هذا المشروع يا شيخ؟ نعم، هو المشروع كان أصله في فكرة الصحابة وأهل البيت في الكوفة. ما شاء الله. لأن الكوفة لها يعني
أهمية خاصة، ولأنها أول عاصمة انتقلت إليها الخلافة الإسلامية بعد المدينة المنورة. صحيح. ثم يعني ظهرت كما تعلم أغلب الاتجاهات الأساسية في الكلام وأيضا في الفقه، لا علاقة بطريقة أو بأخرى بالكوفة يعني. صحيح صحيح. فكان يعني اهتممت أن أبحث بتاريخ الكوفة من أول التمصير الكوفة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه حتى نهاية الخلافة الراشدة بعد وفاة معاوية رضي الله عنه والآثار التي ترتبت على ذلك. كده بدأ، أنا كنت يعني أنجزت منه نسخة أولية في 3 أجزاء كبار. ما شاء الله ما شاء لكن الله. يعني لما وجدت كثيرا من الأمور يعني أحتاج نعم في أكثر من 2000 صفحة تقريبا ما شاء الله، وما زالت تظهر لي بحوث في داخل هذا الكتاب. نعم. فوجدت يعني طريقا وسطا بين أن أهمل يعني إخراجه وأن أخرجه، وأنا لست راضيا تمام الرضا عنه. نعم. عنه كاملا يعني، فأصبحت أخرج منه، أستلم منه بعض الأبحاث، منها أيوة. هذا البحث الذي صدر في 700 صفحة تقريبا حول خلافة الحسن. نعم. وهو أيضا كان الغرض أن أخرج حياة الحسن كلها. نعم. لكن لم يكن يفي القدر المتاح للطباعة، لأن هذا الكتاب تحت رعاية الأوقاف كان. نعم. أن أخرج كل ما أريد أن أخرجه عن حياة الحسن. جميل. سواء قبل الخلافة أو ما بعد الخلافة. ما بعد الخلافة مهمة أيضا. طب صحيح. فكان المشروع عن الخلافة الراشدة، فاقتصرت فقط على إخراج الخلافة الراشدة. أحسنت. وأنا على عزم إن شاء الله أن أتم هذه الموسوعة حول الكوفة إن شاء الله. لا، قد أخرج منها كتاب الحسين ثم أتمها إن شاء الله. جميل جميل جميل، الله يعطيك العافية. طيب يا شيخ. نعم. برضو في كأنه والله عندك مشروع في تتبع أو في ترجمة الكتب المتعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كأنك. نعم. يعني أنت لك احتفاء بهذا الجانب، ودائما في تقديمك للكتب تتكلم عنها تذكر أثر ابن تيمية عليك وابن القيم، يعني وتقعد كذا ما شاء الله ترتعش وانت تذكرهم، الله يعطيك العافية. نعم. وطبعا شيخ الإسلام تماما من الشخصيات المؤثرة جدا. صحيح. والأثيرة جدا لدي. صحيح. وهذا يعلمه عني كل أحد يعني. صحيح. وتطورت يعني علاقتي بشيخ الإسلام تماما لأكثر من أكثر من 20 عاما. ما شاء الله. بكل تأكيد. ما شاء الله. ما بين طبعا يعني الاندهاش والمحبة والعشق ما شاء الله والذوبان الكامل، ثم بعد ذلك الاستفادة الأكبر، وهذه الاستفادة أفضل من العشق يعني في تقديري. فأنا اهتممت يعني بالكتابة عن شيخ الإسلام وبالترجمة عن شيخ الإسلام التامية. أنا قصدي مو مشار مشروع الترجمة، يعني فين يعني إلى وين إلى أين؟ يعني أنا ترجمت حوالي 5 كتب عن شيخ الإسلام تيمية. ترجمت كتاب ابن تيمية لجون هوفر، وهذا ترجمة كاملة لشيخ الإسلام. نعم. ترجمت ابن تيمية والمذهب الحنبلي. ترجمت ابن تيمية والمناطق اليونان والحلاق. ترجمت. نعم. كتاب عالم في الظل عن ابن القيم، يعتبر في نفس الموضوع. نعم. نعم. ترجمت كتاب تاريخ التشبيه في الإسلام نصفه عن شيخ الإسلام تيمية. تحت. نعم. تحت الإصدار الآن ربما يدرك معرض القاهرة إن شاء الله كتاب عن درء التعارض، كتاب رسالة دكتوراه مهمة أيضا عن درء التعارض ما شاء الله. ترجمتها أيضا ما شاء الله. ما شاء الله. فالعمل على شيخ الإسلام مستمر يعني. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. طبعا يعني أنت الآن شبه متفرغ للترجمة، خلال الترجمة لما رحت ذهبت إليه يا شيخ كأنك ما صدر لك شيء من تحقيقات وأشياء، الترجمة أخذت منا عمر، صح ولا لا يا شيخ؟ لا لا. طبعا يعني اهتممت بالترجمة اهتماما أكبر، لكن هو كتاب الحسن الذي قرأته هذا صدر العام الماضي يعني، صدر في سياق الـ صحيح. في نفس الـ أنا ظننت قدمته متقدم بس تأخر طباعته يعني. لا، بعض الكتب التي تفضلتم بذكرها قديمة يعني، مسند أنس هذا أكثر من 10 سنوات. صحيح صحيح. العواتق أكثر من 10 سنوات. ماشي. لكن كتاب الحسن لسه حديث يعني، 22 تقريبا صدر، فصدر حديثا. وايضا عندي يعني صدر مؤخرا كتاب قيد الخاطر، هذا مجموعه مقالات صدر ايضا ما شاء. وعندي ايضا يعني تحقيق تحت الاصدار ان شاء الله مناقب الامام علي في ابن الجزري المقرئ المعروف والمحدث ما شاء الله. ايضا في المبره ان شاء الله. طيب. يصدر. فعندنا اعمال في هذا الاطار، وعندنا تاليف ان شاء الله في العمل القادم سيكون مفاجاه ان شاء الله يعني. طيب نحن انا كنت بسالك تبشرنا بعض اعمالك، لكنك بشرتنا، بشرك الله. الله يحفظك شيخ عمرو ونشرك. وعندي أيضا من الترجمة يعني تحت الإصدار الآن كتاب ذكرت لكم، كتاب ابن تيمية درء التعارض، وهناك أيضا كتاب عن تشكل الفلسفة ما بعد الكلاسيكية هكذا لفرانك جريفيل، هذا كتاب في غاية الأهمية، فاز مؤخرا بجائزة في أفضل كتاب إنجليزي عن الترجمة في أبو ظبي تقريبا. نعم. وهذا كتاب في غاية الأهمية لأنه فيه تأريخ لفترة فلسفية شبه مظلمة تقريبا بعد ابن سينا والغزالي، كتاب يتعلق بابن ملك البغدادي سهروردي الرازي، كتاب في غاية الأهمية، كتاب كبير أيضا. جميل جميل، جزاكم الله خير شيخ عمرو، هذه المداخلة الكريمة. الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا. شكرا. الله يحفظكم ورعاكم. كان معنا الباحث الشرعي والمترجم الشيخ عمرو بسيوني، نشكره على هذه المداخلة. استاذنك شيخنا في فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله. نتوق إلى العلم.
نتوق إلى العلم من نبعه. علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة، رحمه الله ورضي عنه. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار. حيا هلا بكم متابعين الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا. حياك الله وبياك ولدي. واصل شيخنا ما بدأنا من عرض الكتب. نعم، هذا سلمك الله كتاب سبق أن طرحه منذ مدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني، وهو في محاولة يعني بيان حالة وصفية للدروس التي تقام في تدريس العقيدة عند 3 من الكبار الطوائف الموجودة في العالم الإسلامي. الأول الأصل وهم أهل السنة، التيار السلفي، والثاني التيار الأشعري، والثالث الإمامي الاثني عشري. هذه كيف دروسهم للمتن العقدي، كيف تكون مواضيع العقيدة، كيف يدرسونها، وهي على قسمين في ناحية التدريس: التدريس الحر والتدريس النظامي. هذا وهذا، هذا عبارة عن ناحية وصفية تحليلية فيها مشاركة، فيها نوع من المقارنة بطرق التدريس الحديثة، يعني ذكر نواقص الدروس الموجودة هنا وهناك، ما تخلص إليه هذه الدروس من نتائج وفوائد، الغرض من التعلم، وهكذا. يعني هو الآن يحاكم لطرق التدريس الحديثة ومخرجات هذه الدروس وماذا خرجت لي بهذه الطريقة. وهو في الأخير الغرض من هذا اقتراحات يقدمها لأجل تكميل ما يظنه نقصا في هذه الدروس وشيء من ذلك. سماها الدرس العقدي المعاصر قراءة تحليلية للدرس العقدي عند السلفية والأشعرية والشيعة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني وفقه الله. طبعا قسم كتابه إلى هذه الطوائف الثلاثة، ثلاثة فصول. الفصل الأول جعله، الفصل الأول مدخل عام لمسألة الدرس العقدي وشيء من ذلك وأهم. الثاني في الدرس العقدي السلفي، أولا يتكلم عن النظام السلفي، يعطي عن كل واحد من العقيدة السلفية يعطي عنها مدخلا، يبين فيها أهم المرتكزات عندهم، أهم من كتب فيها، أهم الكتب السيارة كثرة شروحها، ومن قام في هذا المتبعين لهذه العقيدة وشيء من ذلك، كلها ترى بهذه الطريقة يقدم لها مدخل. بعد ذلك هذا الدرس العقدي، هذا التفصيل الكلام فيه، أهم الكتب بيبوغرافيا بها سردا لها، أهم الكتب التي كثرت شروحها الدول في الدرس وشيء من ذلك، وأثر هذه الكتب، ثم يأتي بإختار أهم 2 أو شيء تحليليا فصولها وما تتطرق إليه ويتكلم عنها وهكذا بهذا القسم، إلى أن يأتي أخيرا يأتي إلى ناحية نقدية، يقول عرض أو خصائص الدرس العقدي، يعني في هذه المدرسة عرض ونقد، يأتي نواحي تقديرية وشيء من نقدية. بعد الأشعري نفس المنوال، ثم الشيعي، والشيعي أكثر شيء عندنا الإمامي، نصف الكتاب في هذا فيهم هم طبعا وهذا الكتاب يعني حصلت مناقشات له وشيء من ذلك، والكتاب يعني هو عبارة عن نظرة اجتهادية في محاولة تقويمية للدروس شيء من ذلك، وقد لا يلزم، يعني قد يذكر
أن هناك نواقص قد لا تكون باللازم تكون نواقص وشيء من ذلك، وطلب الكمال في بعض الأحيان يعثر هذه الدروس. ونسأل الله التوفيق للجميع. الكتاب من إصدارات مركز نماء وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب أحد الكتب المترجمة التي قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بسيوني، وهو كتاب لأحد المستشرقين الذين غرموا جدا بالشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أنه من أعظم العلماء في العالم أصلا، وهو له يعني له عناية بشيخ الإسلام وتراثه من قديم وهو يشتغل به. هذا الكتاب شوف ميزته، يعد عندنا أول كتاب فيه ترجمة مطولة كمدخل حقيقي لكاف لمراحل حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثر علميته في كل مراحله، كتب بغير اللغة العربية، هذا يعد من أوسعها بين أيدينا، كتب باللغة الغربية الآن. والأمر الثاني فيه من ترجمات واقتباسات من كلام شيخ الإسلام لأول مرة تترجم، وهذه ناحية إيجابية بالنسبة لي، لأن الكتاب أصلا طبع باللغة الإنجليزية، بالنسبة لي أولئك الغربيين لما يستفيدون من هذه النقولات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا زيادة عن التحليل وشيء والرأي وشيء من ذلك. طبعا الكتاب بعنوان ابن تيمية حياته وفكره للمؤلف المستشرق والباحث جون هوفر، قام على ترجمته وكتب مقدمة له وذكر ما صنع، لأنه جون هوفر أنه أبقى الكلام على ما هي عليه، زياداته تعليقاته توضيحاته يجعلها بين قوسين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بسيوني وفقه الله، وقد ذكر أهمية الكتاب وما فيه من إضافات علمية ونوعية وتكلم عنه. والكتاب عبارة عن تمشي مع رحلات أو مع نصح مع مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية ومسيرته، هذا فصوله، فصل في سيرته المبكرة وفصل في السيرة المتأخرة وشيء من ذلك، ثم العبادة عنده وأنواعه وشيء وما كتب، كل سجالاته ومحاكماته ترى الشيخ الإسلام موجودة، وجهاده شيء من ذلك، ونواحيه الفقهية والقضايا الاجتماعية عنده والسياسية، ثم هذه الفصول الأخرى، هذه كافة فصول الكتاب. والكتاب في جزء يعني أنا كنت أتمنى من الشيخ عمر شيء واحد في هذا وفي بقية كتب المترجمة، أولا ليته يكتب ترجمة لهذا، هذا نفس المؤلف في يعني ولو مختصر نعرف منه جنسيته أهمية، هو نفسه كتابه هذا أثره ما هو قيمته العلمية، دعك من هذه النقولات التي توجد في الظهر الذي هي نقولات من بعض ما كتب عنه شيء من ذلك، لا نريد نحن الأثر الحقيقي، بنيت عليه دراسات ولا لا، قيمته العلمية، غيرت قناعات أحد ولا لا، شيء من ذلك. والأمر الثاني أن يجري قلم التعليق النقدي على مترجماته، فإنه أهل لذلك، وهو مجرد الترجمة وترك هذا يعني نحن خاصة أن هذه الكتب وهو قد تعنى لترجمتها، والقصد منها المثاقفة وتبادل الخبرات والأدوات البحثية كما ذكره وفقه الله، مدى مثاقفة نثقفهم إذن، وإذا ترجمنا ونحافظ أمانة على الترجمة كما هي، لكن ننتقد ونذكر وكذا، وهو في الحاشية في الحواشي، والحواشي حقنا ليس لهم، وهو قد ميز الحواشي طبعا باسم عمر. الكتاب من إصدارات ابن النديم للنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار الروافد الثقافية ناشرون وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو لأحد كبار الكبار الباحثين العرب النصارى المعروفين، الأستاذ الدكتور وائل حلاق. وائل حلاق له عدد من الكتب التي كتبها في علوم الشريعة كثيرة جدا، يعني هو صاحب مصنفات كثيرة جدا، وهو يعني أصله فلسطيني من نصارى فلسطين لكنه مقيم في كندا، وله كتابات يعده كثير من الناس من الكتابات المنصفة لعموم العلوم الشرعية والتي لا تخلو أحيانا من مدارسة ومراجعة وشيء من ذلك. هذا كتاب أصلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ورده على المناطق. خلنا نشوف تسلسل الكتاب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب مطول في الرد على المنطقيين، ثم الرد على المنطقيين كتاب مطول، هذا الكتاب مطول طبعا مطبوع، جاء السيوطي رحمه الله واختصر الكتاب واستبعد منه ما لا أبقى على ما فيه رد على قضايا المنطق والمناطق واستبعد الباقي، شيخ الإسلام على عادته يسترسل فيناقش الفلاسفة وغيرهم، أبقى على الرد على المنطق وقضايا المنطق وقياساته المعروفة هذه، وسمى تلخيصه، سماه نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان، أو سماه جهد القريحة في تجريد النصيحة، كذا سماه. وهذا كتاب السيوطي برضه ترى طبع، وحتى كتاب الرد الأصم طبع، ثم بعد ذلك جاء وائل حلاق نفسه ودرس كتاب المختصر وحققه على طبعا قابله على النسخة الموجودة في الندن المنطقيين الأصل وعلى المختصر المطبوع قديما وعلى نسخة خطية عنده، قابله بهذه الكتب وأخرجها مع مقدمة كبيرة ضافية فيها جهود إبراز جهد ابن تيمية رحمه الله والوقوف ضد المناطق وماذا صنع بهم،
عرفت؟ فهذا المقدمة لوحدها هذا لوحدها دراسة كاملة. ثم هو نفسه قابل النسخة الخطية وعلق عليها ثم صنع لها فهرس في الأخير شيء من ذلك. هذا جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني هو نفسه وترجم عمل وائل حلاق لأنه كتب باللغة الإنجليزية أصلاً. هو دكتور في جامعة كندا وترجم العمل كاملاً وكتب له مقدمة وبدأ يعلق والتعليقات يذكر فيها بين قوسين عمرو شيء من ذلك. الكتاب من أوله بالعنوان ابن تيمية ضد المناطق اليونان جهد القريحة في تجريد النصيحة، هذا هو مختصر نصيحة أهل الإيمان في الرد على اليونان، طبعا في الرد على منطق اليونان. طبعا هنا في الهات يبان لكم العنوان أفضل لأنه هذا من تيمية الشيخ الإسلام اختصره الحافظ السيوطي جلال الدين السيوطي، هذا مختصر السيوطي هو المحل الدارسة الذي قدم له وحققه ووضع هوامشه ومقدمه مطول عنه الأستاذ الدكتور وائل حلاق، والذي ترجمه واعتنى به وأخرجه وعلق على مواطن قليلة منه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني وفقه الله. والكتاب هذا هو بين أيديه بالمقدمة المطولة ثم بهذا، هذا كما فصل هذا محل التحقيق. الكتاب من إصدارات ابن النديم للنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار الروافد الثقافية ناشرون. هذا عبارة عن مجموعة من المقالات كتبت في شخصية ابن القيم رحمه الله. وابن القيم رحمه الله عالم موسوعي إمام له ظل وارفة حتى على غير المسلمين. هم هذه مجموعة من المقالات التي كتبها أكتب أكثرها غير المسلمين، وكل واحد يأخذ جانب معين من ابن القيم اللي جانب الروحي واللي جانب بدريش وانت ماشي. ثم جمعت في مجموع سمية عالم في الظل مقالات في الفكر الفقهي والعقدي لابن قيم الجوزية. قام على جمع المقالات ثنتان مستشرقيتان، الأولى كاترينا بوري والثانية ليفانات هولتزمان. اصلا كل واحد منها له رساله، لها رساله خاصه في ابن القيم اصلا رسالتها عنه، لكن بعد ذلك هم جمعوا هذه المقالات. اخونا الحبيب فضيله الشيخ عمرو بسيوني قام على كتابه مقدمه لهذه المجموع وترجم للمجموع واحيانا يعلق وهي قليل التعليقات. وهذه هي المقالات، كل مقال تحته صاحبه، مقال تحته صاحبه، ومجموعه في هذا الجزء كما ترى من اول الى اخره قسم الى ثلاث اقسام كبرى تحتها عدد من المقالات. والكتاب مجموع مقالات كلها في عن ابن القيم رحمه الله. الكتاب من إصدارات ابن النديب للنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار الروافد الثقافية ناشرون. هذا يا ولدي أيضا بحث آخر وهو يتعلق في قضية كبيرة جدا في تاريخ المسلم خاصة باب العقائد في صفات الله عز وجل، وهو موضوع التشبيه، تشبيه الله بخلقه. وهذه القضية قديمة والتمعروف، يعني هو أخذها في فترة معينة من عام 80 إلى عام 750. هذه الفترة الزمنية محل البحث عنده اللي هو الباحث المستشرق هذه لفنات هولتزمان. هذه بحثها جعلته في قضية التشبيه وكيف سارت إرهاصاتها، عواملها، أثرها، نواحيها التاريخية، ماذا جرت بكذا. يعني هي الآن لا تريد محاكمة الفصائل أو معنى صح الفرق والأقوال والصح والصواب، لا هذا ليس محل تريد أن تصف. هي الآن من باب جر الناحية التاريخية كيف تطورت المسألة وتشعبت والعوامل المشاركة في ذلك ومن تسلم ذلك، ماذا صنف من الكتب، من دخل في هذه من علماء، ماذا جعلوا المناظرات بهذه الطريقة. سمتها التشبيه في تاريخ الإسلام تحدي أهل الحديث ما بين الفترة ما بين 80 إلى 750 للهجرة، مدة طويلة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو بسيوني قام على ترجمة العمل وكتابة تعليقات شيء عليها هذا الكتاب. المشكلة وين يا شيخ؟ عشان بس أولدي عشان يفهم الأخوة المتابعون، المشكلة في المصطلح المستعمل، فإنها أما التشبيه وما فيه معروف، لكن أهل الحديث لا تريد أهل الحديث المعروفين في كتب الأئمة، لا اللي هم أهل أصحاب الفرقة الناجية اللي ورد في ألفاظ الأئمة ومروياتهم أنهم أهل الحديث والفرقة الناجية وهكذا. تريد بأهل الحديث أهل الصفات الصفاتية كلهم، فيدخل فيها كل من يثبت الصفات، لأن تريد قسمة الناس إلى صفاتية وغير صفاتية، ينكرون الصفات ويثبتون، اللي يثبت فهو من أهل الحديث. فعندها المعتزلة والأشاعرة والمتكلمين كلهم أهل الحديث لأنهم يثبتون الحديث تأويلا تفويضا، ما عندها مشكلة مهم هذا أهل الحديث. فهمت علي؟ فاضح. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له الدارس لما يقرأ كتب، انتبه قف على مصطلحات المؤلف فإنها مهمة وإلا تطير، يعني لا تخرج بالنتائج الحقيقية. طبعا الكتاب
يعني يعد من المسارد المطولة في هذا الباب. وهذا الحقيقة أنا كنت أخونا الشيخ عمر وفقه الله بالذات يعني كنت أحتاج, أنا كنت أتمنى أنه يعلق على التعليقات العلمية التي الحقيقة الكتاب بحاجة إليها, تعليقات علمية, تصويبات لمسارات معينة وأشياء من ذلك. الكتاب ضخم يعني ليس باليسير, كتاب من إصدارات ابن النديم للنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار الروافد الثقافية ناشرون وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتابة, كتاب فيه أثر التعليم غير الشرعي وغير الديني من علوم الطبيعة كلها أو التجريبية, الفلك والطب والهندسة والمدري كلها, في كيف كانت المجتمعات الإسلامية تتقبل مثل هذه العلوم وهي بعد ذلك تجعلها خادمة للدين. شو هذا ملحظ جدا مهم ولدي. البحث بعنوان العلم والتعليم, تعليم العلوم وتعلمها في المجتمعات الإسلامية, وهذه هي فترة محل الدراسة بالميلادي من 800 ميلادي إلى 1700 ميلادية, هذا محل الدراسة سنوات. طبعا الباحثة المستشرقة سونيا برينتيس هي صاحبة البحث, وقد قام على ترجمته والتقديم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بسيوني, واشترك معه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ رضا زيدان وفقهم الله, وكتبوا كتابة في مقدمتها انتشار العلوم وكيف اهتم بها المسلمون وشيء من ذلك ومقارنات وخلاصات. ثم هي الحقيقة كتابة حافل بالنقولات وبالمعلومات, هي أشبه ما يكون حقل كبير لجمع المعلومات في هذه القضية. والكتاب جميل جدا لطيف من إصدارات دار النديم للنشر والتوزيع بالاشتراك مع دار الروافد الثقافية وفقهم الله. هذا عندنا الأخير ولدي من هذا من حلقة الليلة وغنيمة الليلة, وهو كتاب لأحد المؤرخين المستشرقين الأمريكان, وهو قد جاء وهو مؤرخ أمريكي جون خوان كول أصلا باحث أمريكي ومؤرخ له عدد من الدراسات. لما جاء إلى موضوع عاش في العالم الإسلامي مدة طويلة عقود, تنقل ما بين مصر وهنا وهناك وهنا وهكذا, ألف صنف كتب, يتقن العربية وغيرها من العربية والفارسية وغيرها من اللغات أيضا. وهو لما جت المسائل المشهورة يعني في الأحداث الأخيرة في القرن العشرين هذا عندنا بدأ, ونسبة العنف والإسلام فوبيا وظهورة ونسبة العنف وهذا للإسلام, هو أراد أن يكتب كتابا ليظهر للعالم. هذا من الكتابات ترى الموجه أصل العالم الغربي, أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول السلام, وكيف كان حياته صلى الله عليه وسلم كذلك, فسماه شوف محمد رسول السلام, وسط صراع الإمبراطوريات. طبعا المؤلف الباحث الأمريكي المؤرخ خوان كول, وقد قام على ترجمته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر بسيوني وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ هشام سمير وفقهم الله, مع مقدمات لطيفة, لكن ترى القصد الكبير منها بيان التسلسل كامل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى, ثم استخراج من حياته صلى الله عليه وسلم وصف تحليلي لمراحل حياته صلى الله عليه وسلم التي كانت من البيت الحرام ليكن سلاما ادفع السيئة بالحسنى, بالحسنى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, الحرب العادلة, قلب مكة, وانت ماشي كلها بهذه الطريقة ناحية تحليلية لموقفه صلى الله عليه وسلم من هذه القضية. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار النديم للنشر والتوزيع باشتراك مع دار الروافد الثقافية ناشرون. جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع, والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين, نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال, فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال, فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.